تشير توقعات الجزائر في إنتاج الحديد بأن المعدل لن ينزل عن 12 مليون طن في آفاق 2020، إلا أن المفاجأة صنعها قبل الجميع هذا المصنع، مصنع المسيلة لإنتاج الحديد. ينتظر من المصنع الذي بدأ ينتج دفعاته الأولى أن يصب في السوق الجزائرية ما لا يقل عن مليون طن، ولتحقيق هذه المهمة اختر رجل حديدي لقيادة المشروع. مصنع هذا مصنع لإنتاج الحديد للخرسانة المسلحة على شكل قضبان ونفائف حديد. المصنع هذا تم تحديثه لرفع من الإنتاجية لتقدر مثلا في الوقت الراهن ب 500 ألف طن سنويا من الحديد بكل أحجامه. ولدينا أيضا مشروع إضافة هو في طور الإنجاز، من المفروض من المحتمل أن ينطلق الإنتاج في شهر جوان 2018 لكي يعزز الإنتاج ب 500 ألف طن إضافية، بحيث يكون الإنتاج الإجمالي للشركة حوالي مليون ألف طن. بين حمام الضلع ومدينة المسيلة يقع مصنع الحديد هذا. زبر الحديد العظيمة هذه هي المادة الأولية التي تتحول إلى حديد البناء على مختلف الأشكال والأحجام. يتم جلب جزء منها إلى المصنع من الخارج، والجزء الآخر مصنع محليا. هنا رانا في الفور، فور شوفاج يشوفي لابيات، صادي لابيات لا بريمير ماتيير سي لابيات الفني كوم ماتيير بروت سكسوا بيات 130 بار 130 او بيان بيات 140 بار 140. موتور فور اللي عاد 12 متر لينيير. عندنا سيستم دون فورنومون اي دي فورنومون. موتور سيستم يلون فورن لوبيات يدي فورن لابيات فورني فروا يدي فورني لابيات بلس دو بلس دو ميل دوغري. هنا تقع جهنم المسيلة، لا تقل الحرارة داخل هذا الفرن عن 1200 درجة. كل هذه الصلابة الحديدية تلين لحرارته، بمجرد أن تمر زبر الحديد بالداخل يتم تطويعها لتصبح جمرة طويلة قابلة للتحويل. لقد صنع هذا الفرن من حجر الإفراكتور، وصنع أيضا ليقهر الحديد. كي تكون بيات في الطابلة كي بوسيها كي يعطيني الانديكاسيون فير هنا يقول لي بلي راهي بيات لهنا. داكور، عندي ان بريزونس توت ان سيكونس يصرى لهنايا. يمشيو لي شومان درولو هذونا باش ينفرنيو لابيات. عندك ان بورت دون فورنومون يتحل تدخل لابيات لهنايا. عندك شحال من البيات يقبل بالوحده ولا لا؟ بالوحده لون فورنومون. عندنا البيات الفور يقدر يهز 73 بيات. يلزم هذا الفرن 4 أيام ليستعر، وأربع أخرى ليبرد في حال صيانته. يعول على هذا الفرن لإنتاج 80 طنا في الساعة، ولإنجاح المهمة تتكاتف 3 فرق من مطوعي الحديد يعملون بلا هوادة ولا توقف. لا يقل عدد العمال هنا عن 70 عاملا. المصنع هذا يعتبر من حيث نوعية المنتوج، ومن حيث الأجهزة المتوفرة هنا للتحكم في طريقة الإنتاج، تعتبر من آخر جيل من الماكينات المخصصة لإنتاج المنتوجات الحديدية. بعد أن تخرج قطعة الحديد من الفرن يتم رشها بالماء ليسهل فيما بعد تحجيمها عند مرورها تحت قواطع آلات أخرى. يستهلك المصنع ما لا يقل عن 24 متر مكعب من الماء في الساعة في دورة مغلقة. تتطلب المهمة تركيزا عاليا، أي خطأ هنا سيكلف المصنع غاليا. بعد خروج القضيب الحديدي من الفرن وتبريده يمر إلى مرحلة الدرفلة. هنا يفقد الحديد هيبته ليتم تهيئته للتحجيم.
ينتظر من المعمل أن يضاعف قدراته البشرية 100% قريبا استعدادا لمعركة الحسم. معركة التوسعة التي تأتي لتضيف 500,000 طن لمعدل الإنتاج الحالي المماثل. طبعا الاستراتيجية تاعنا هو إدماج شباب والإطارات المؤهلة من مهندسين وتقنيين سامين، وإدماجهم أيضا في مشروع تكوين في المصنع ذاته باللجوء إلى خبرات أجنبية وخبرات جزائرية. نظام التكوين راه داخلي ومستمر، يتم إدماج بشكل تدريجي العمال في مناصب العمل بحيث يكون تكوين متواصل إلى نبلغ الطاقة الإنتاجية المحتملة. يصبح القضيب الحديدي بعد تطويئه قادما من الفرن وماكينات الدرفلة بطول 60 مترا ليأخذ أشكالا نهائية مختلفة بطول 12 مترا، هكذا يقول قانون التسويق. الإنتاج الحالي للمصنع موزع بين عدة أقطار وعدة أحجام، راح تبدأ من القطر 8 ملم، 12 ملم، 14 ملم، 16 و25 إلى 32 ملم. هي المواد المستعملة بشكل كبير في جميع أنواع البنايات. يجمع الحديد الجاهز للتسويق هنا، يربط بسبع عقد من أجل تحكم واحتكاك آمن مع الرافعة المغناطيسية، لكن ليس قبل أن يوضع في الميزان. يستغرق إنتاج دفعة واحدة بوزن 1400 كيلوغرام 45 دقيقة. لن يتم وضع الحديد على ظهور الشاحنات إلا بعد إخضاعه للتحليل المخبري من قبل هذا الرجل، إنه مهندس مختص في التعدين الفيزيائي. احنا في الأمتر نحتاج الفيردين في الأمتر نحتاج نورمال لقد تطلب قطع الحديد 1000 كيلو نيوتن من القوة، هذا هو معدل الجذب المسموح به دوليا لتسويق الحديد. عملنا بان نشوفوا لاتراكس تاعنا بور سافوار لا لونجمون كومبيان شنو هي استعملنا الشونتيو تاعنا لا لونجمون اي التمدد. الحاله هذه اللي عطيناها 1000 كيلو نيوتن، وكما راك تشوفوا بعد هذه كنقاسها زين بعد كان ايه لا شونتيو تاعنا 80 سنتيمتر اي ابري لا لونجمون راح نلقاو اوكي اوتر لونغ. افتح المور هذا وشوفوا شحال الطول ميزان 88 الاصلي 88 الاصلي 88 ايه 88 مو 80 اتيغالا 50 80 100 10% زياده 10% ايه الى لونجمون 10%. ليس هذا فقط، بل ينبغي لي الحديد عبر هذه الآلة للتأكد من انعدام تشققات في مواقع اللي. يعني
يتضمن المصنع ورشة صغيرة تقوم بعملية الخرط والتفريز على الحديد ليتماسك مع الإسمنت. يقود هذه العملية شاب تعد حرفته من الحرف النادرة في الجزائر، فضلاً على قلة المختصين للتحكم في هذه الآلات التي تنتمي لآخر أجيال آلات الخرط والتفريز. هذه الماشين سي ان سي اللي تخدم بكاليبر، لكاليبر اللي جزء اليوم الفيراي، باش تخدم لافورم تاع الفيراي. مثال هذا كاليبر 32 اللي يخدم الفيراي 32. وين يستعملوا هذا الكاليبر؟ في لامينوار، في ليكاج. مثال هذا السيلندر عنده ليكاج كاجا 12 اللي منها يديماري الفيراي 32. بور ليكاج؟ بور ليكاج، تكنيسيا سي ان سي، اوبيراتور سي ان سي. بعد منا نفوتوا لمرحلة الزوجة اللي هي تورا فيرون، هذا اللي يخدم هنا يخدموا لي فيرون تاع الفيراي. أصبح الحديد جاهزا للتسويق الآن. هنا تتطلب قيادة هذه الرافعة تركيزا بالغا، وأي خطأ قد يؤدي إلى الكارثة. هل سبق أنك طيحت كوطة ولا عمرك ما طيحت؟ لا لا، لحد الساعة عندي 3 سنين الحمد لله، ما أذيت، ما قست حتى واحد، ما درت حتى مشكل في الآلة هذه. تركيز كبير تتطلب الخدمة؟ لازم تركيز كبير، تركيز من عدة جوانب. لازم تكون دنق البرودوي فيني تاعك، ودنق للعامل اللي يخدم معاك، ودنق المحيط تاعك، وكل باه تقدر تتحكم في الآلة هذه. والمحظوظ وحده من يظفر بسلعة مصنع الحديد بالمسيلة.